اتصلت بالتليفون بالموبايل باخواتي الاول ومحدش فيهم عايز يرد، قعدت اتصل بكل واحد شويه. وبعدين ردت عليا بنت اختي وقالت لي ده مايك اللي متعور في رجليه تعويره بسيطه. هو ما كانش متعور، هو كان مات. سبيرو كنا متفقين انا ومايكل ان احنا هنتحرك مع بعض من دوران شبرا لغايه ماسبيرو في نص الشارع بالظبط، وقفنا على الرصيف بنشوف ايه اللي بيحصل هناك. قلت له يلا نمشي، قال لي لا احنا هكمل. وطول الطريق هو عمال يقول انا هستشهد انا هستشهد، وانا عمال اسمع واتريق وهرج. كانت اخر حاجه ممكن تيجي في بالنا انه في ناس استشهد. فجأة لقيت نفسه بدأ يتغير لحد اللحظة دي، حتى في آخر مقال كتبته أنا مش عارفة أفتكر نفسه كان سخن وبقى ساقع ولا كان ساقع وبقى سخن، بس أنا حسيت إنه في اختلاف في نفسه. فما كانش في مكان في مستشفى القبطي إنه يتحط عليه سرير، ما كانش فيه، لأنه عدد المصابين والجرحى كان كتير وعدد الناس اللي استشهدوا كان أكتر. من هنا لهنا حطوه على الأرض، جت دكتورة تكشف عليه فحاولت تدخل جهاز لصدره، وبعدين راحت طلعت الجهاز وقالت ده مات. دخلت المستشفى كان في زحمه قوي على الباب والدنيا مقلوبه وشكل الجو غريب كده. رحت دخلت وبعدين ابص فيهم كلهم، هو في اوضه الجرحى وكده اهوت، ابص فيهم كلهم ما لقيتش مايكل. لقيت مامته بتتصل على التليفون، كانت امي وصلت وكده، فلقيت مامته بتتصل وانا مش عارفه اواجهها يعني هي داخله بتدور على ابنها في المصابين اللي موجودين في المستشفى في الاوض فوق وغرف العنايه وكده، وهو ابنها تحت في المشرحه. انا بقالي 6 سنين بكتب مقالات سنويه عشان اوصف انا حسيت بايه بس يوم ما سبيرو، وما بقدرش اقول كل اللي انا حاساه. فاليوم ده بالنسبه لي اكثر ايام حياتي كآبه وفقدان. طبعا مايكل كان فاتح مكتب وكان كرسي فاضي فتره طويله قوي، ولحد دلوقتي كل ما بحاول اقعد على نفس الكرسي ده بحس ان الكرسي ده ما فيش حد يملى غيره. كان النور اللي بينور حياتي وكان دنيتي، وكان هو جوزي وابني وحبيبي وكل حاجه في الدنيا. من يوم ما مت الكرسي بتاعك فاضي والله يرحمك.